فليك المدير الفني للبايرن قال لك انا هفقد السيطره قدام الاهلي اذا لعيب واحد بس من فرقتي تابع اللقاء او شاهد اللقاء يعني، او بمعنى صح يعني سرح ما ركزش الحاجات اللي شبه كده. في المباريات اللي شبه دي، وانا مش بتكلم على البايرن بتكلم على الاهلي، ايه اللي مطلوب من اللعيبه من موضوع تنفيذ التعليمات والتركيز والحاجات اللي شبه كده؟ وزي ما بقول لك هو التركيز يعني رقم واحد تركيز، ومش تركيز بقى لا مش 90 دقيقه يعني 120 دقيقه 120 يعني لو المباراه 90 دقيقه انا اركز قبلها قبل المباراه ما تبدا بربع ساعه وبعد المباراه تخلص بربع ساعه. لازم الماتشات دي كده بجد مش بهزر. فالتركيز رقم واحد. الثقه مهمه جدا 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 جدا، لان زي ما قلت لك في الكوره لازم عندي ثقه حتى وانا بلعب مين. دي النصيحه ما خلي يعني دي النصيحه اللي انت بتنصحها طبعا لانها مهمه جدا. الثقه ثقة مهمة جدا، لأن زي ما بقول لك يعني أنت لو بتسألني قلت لك أنا لو عليا أنا هلعب قفشة ما عنديش مشكلة خالص، لازم يلعب لأنه لازم يبقى تلاقي عندك حلول والكورة معاك. لو الثقة دي مش عندك مش هتفضل تدافع 90 دقيقة، ما حدش بيدافع 90 دقيقة وبيكسب أبدا. لا ما حدش بيدافع 90 دقيقة أبدا، وخصوصا مع الفرق الكبيرة. وبعدين أنت مش هتستحمل ضغط البايرن ده يعني مستحيل. وبعدين أنت بتتكلم في الكورة مين بيدافع 90 دقيقة ويكسب؟ لا مع أي خطأ يبقى وتلاعب فرق كبيرة يعني معاهم لعيبة معاهم احسن فيرود في العالم دلوقتي. ليفاندوسكي ده احسن فيرود في العالم. فبتتكلم من اقل حاجه يجيب جون، طب انا ليه؟ صحيح. وبعدين انا يعني بتكلم عن النادي الاهلي انت ما عندكش حاجه تخسرها بجد، يعني انتوا كلعيبه انا ما عنديش حاجه اخسرها. انا كل ملعب وبثقه الجوانب النفسيه اذا المدير الفني اشتغل عليها كويس اعتقد ممكن تخرج طاقات كبيره تعادل فكره الامكانيات، يعني دايما احنا كمنتخب مصر انا فاكر ما كناش اقوى منتخب في افريقيا. دي حقيقة. بس كان عندنا فكره الروح والعزيمه بتعوض الفوارق، يعني انا فاكر كوت ديفوار يعني طبعا كانوا يعني طيور مجنحه. لو قعدت 100 سنه تفكر ان انا اكسبهم في السنوات دي لا وانت ايه بقى كنت رايح واخد كوت ديفوار دي رايح جاي وباداء وباداء كمان واداء كان كويس جدا. والكاميرون نفسه كاميرون نيجيريا ونيجيريا يعني بتتكلم وغانا ومحترفين بقى وغانا يعني انت كان عندك مثلا تقريبا اثنين محترفين بس ما فيش غير كده تقريبا يعني اثنين او ثلاثه وهم كان بالاحتياطي كلهم محترفين وكل سنه طيب فلكن الثقه انا عشان كده بقول لك الثقه مهمه جدا. وانا يعني ان شاء الله بكره بعد خمس دقائق ده الطبيعي في الكوره المباراه تبدا بعد خمس دقائق كل اللعيبه دي خلاص هتنسى هي بتلعب هتنسى الضغوط وهتنسى كل الاحداث اللي كانت قبل المباراه وهتبقى في لحظات المباراه بس في مواقف المباراه اللي بتحصل يعني احنا كلعيبه في الكوره خلاص بعد اول خمس دقائق الرهبه راحت والضغوط راحت ما بقاش عندنا غير التركيز تركيز والثقه والاداء ان انا عايز اعمل في أداء. ميزه برضو كمان في ماتش بكره ده انه في جمهور حاضر من النادي الاهلي وكمان على حسب المعلومات اللي وصلت لنا لحد دلوقتي ان احنا لو بنتكلم على انه الساعه مثلا المحدده اللي هي 30% من الاستاد كله فتقريبا ثلاث ارباع محجوز للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. دي انا شايف انها كمان فرقت معانا قوي في اول مباراه مباراه الدحيل. صحيح. ان الجمهور فرق معانا بشكل كبير. انت بتلعب على ارضك. طبعا بالظبط كده. ودي ميزه جمهور النادي الاهلي في اي مكان بتلاقيه وبتلاقيه باعداد اكبر من صاحب الارض زي ما انت بتقول اهو. شايف انه هيبقى دافع كويس قوي بكره ان شاء الله للعيبه. وانا واثق ان كل اللعيبه عايزين حتى لو لاحظت كل التصريحات بتاعت اللعيبه او الجهاز الفني عايزين نسعى جمهورنا عايزين نأدي اداء مشرف عايزين نرفع اسم النادي فوق ده الطبيعي نحافظ على تاريخ النادي نحافظ على اسم النادي عايزين نعمل حاجه لنفسنا تاريخ لنفسنا. فانا بقول لك بكره ان شاء الله بعد اول خمس دقائق كل هتلاقي كل اللعيبه دي اللعيب بقى اللي مركز يبقى التركيز يعني بعد اول خمس دقائق الرهبه كلها هتروح مش هيبقى فيه غير التركيز اللعيب اللي مركز. بتخيل انه على المغمض ما اعرفش توافقني ولا لا ان اول حاجه هيعملها البايرن بكره الضغط من اول ثانيه عايز يرهبك وعايز يخضك وعايز يسجل من الاول عشان يقتل المباراه ورايح نفسه رايح اعصابه. دي هترجع للمدير الفني شغله او فكره ايه عموما في الكوره، خصوصا الفرق الكبيره بالعكس مش هتلاقيها مستعجله. والله؟ الفرق الكبيره ما عند اصلا انا عندي ثقه ان انا هكسب في اي وقت. ودي لو اتوجدت برضو ان شاء الله تبقى بالسلب عليهم لان انت برضو انت الاهلي فرق كبير فرقه كبيره ما عندهاش مشكله تعود على ضغوطات. لكن الفرق الكبيره دي والاخص فرقه كبيره قوي قوي زي بايرن ما عندهمش الاستعجال قوي هيلعبوا كورتهم عادي جدا مش هيضغطوا زي احنا يعني مثلا لو الاهلي بيلعب فرقه تانية هقول لك من اول دقيقه هيضغط عشان لكن الفرقه الكبيره لا تلعب كورتها لان هم عندهم الثقه ان انا اجيب جون في اي وقت يعني الفرقه الكبيره دي كده عنده الثقه ان اجيب جون في اي وقت لكن كل ما بيعدي الوقت وانت محافظ على النتيجه انت بتخش جوه المباراه اكتر وهو بيضغط اكتر خلاص انت بقى كل الضغوط دي بتتشال من عليك والخوف والرهبه كل ده كل ما بيعدي الوقت بيبقى في صالح النادي الاهلي اكتر يعني.